راح نبدا معكم تجهيز طبق البودينغ. وكانت الفكره لاني اليوم عملت خبز البريوش، ومرات يبقى لما قلت لكم انه قليل لما يبقى، لكن في حاله بقى لكم الخبز هذا تاع البريوش او فيكي حتى تجهزيه وتخليه، فالفكره انه نستعمل الخبز البايت او خبز البريوش بالضبط، بدل ما تروحي تجيبيه من برا وتحضري به، راح نحضر لك به ان شاء الله طبق البودينغ. وكثير سهل هالطبق، يعني فكرة انه مثلا يكونوا جايينك ضيوف يتصلوا فيك او يجوك هيك فجأة وما عندكش اي نوع حلو في البيت، فبيكون ان شاء الله عندك خبز البريوش تكوني مجهزتها او اي نوع خبز تاني. فالفكرة اقتصادية انك من هاد الشغلة بتطلعي بصحن حلو او طبق حلو كتير طيب. اول شي عندي صينية هون انا دهنتها، والخبز هذا نفسه اللي جهزته قدامكم، بس انا الضفيره لانه هذا شكل ثاني، ضفيره عملتها على 3 ووريتكم على 4 اللي دوختناه مع بعض. فراح نقص هذا الخبز وبايتها، يعني اني فعلا قصدتها انه بعمله بليله قبل وبجهز ووريه لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا محلاها الخبز، والله عن جد بتمنى انكم بتجربوه. وعطيتها والوصفة في موقعنا فتفيد.com، ومثل ما شفتوها اليوم بأدق التفاصيل مش ممكن ما تنجحوش، فبتمنى إن شاء الله أنكم تعملوا خبز مثل هيك. راح أدهنه بكمية من راح أحطهم هون ووريكم، راح ندهن بكمية من الزبدة، مش كتير لانه الخبز هذا خبز البريوش راح فيه كميه من الزبده مع انها قليله لكن فيه، فراح ندهن بس شوي. انا مجهزه هون كميه من الزبده وراح نبدا نصف نوريكم الخطوات. كميه قليله انا مدوبتها باش نسهل، يعني فيكم حتى تقصوه قطع، مثلا انا هون عندي فيا مثلا نجيب القطعه هيك وقطعها على 2 بهالطريقه. هاي بدها نزيد لها شويه زبده، هون انا عندي كميه من السكر البني، ترشوا السكر البني هيك رش. عندي زبيب منقوع في ماء زهر، واللي ما يحبش ماء الزهر يعني فيكم تنقعوه في ماء ورد. شرايح اللوز، ممكن اي نوع مكسرات، صنوبر يجي روعة فيه، الجوز، البندق، اي شيء. وعندي طبعا سوائل، راح بس بعد هذو هون، في عندي هون حليب وكريمة وبيض، راح اخفق البيض مش كتير، يعني مش راح نخفقه مثل بدنا نسوي كيكة او شي، لا يدوب شوي. راح اخذ 3 حبات بيض، بسم الله، ضيف لهم شوية فانيلا، مهم وأي نوع فانيلا اللي عندكم، مهم تنكهوها بالفانيلا. وإذا ما عندكمش فانيلا، ما زهر اللي نقعنا فيه زبيب تاخدي منه كمية وتضيفيها، روعة. راح ضيف الكريمة، عندي كمية من الكريمة، وكمان بس راح اخلط، يعني مش راح اخفق بالضبط. وكمية الحليب، ممكن اذا تحبي باش تسرع هذه يستوي بسرعة
الحليب يكون سخن، ممكن يعني تحطي الحليب بمجرد ما يغلي بتجيبيه وتضيفيه هون بس شوي شوي على البيض، على البيض حتى البيض ما يستويش. فمثل ما قلت لكم مجرد ما تنخلط عندي السوائل. ونبدا نضيف السوائل هون. بدنا نسقي هذا البودينج اللي مصنوع بخبز البريوش البائت احسن، لانه بيكون اطيب، وكمان التعامل مع الخبز البريوش البائت يكون احسن، مع انه انا لما نعمل خبز البريوش باكله في اول يوم، بس بحكي على البودينج احسن يكون بائت بيوم يومين مش مشكل. وتشربوا مليح قطع الخبز البريوش، لازم تتشرب مليح. وشايفيني كيف نروح للأماكن، خصوص هذه اللي قصدت أنا نحطها هيك من فوق لأنه راح تزيد تتحمر، بس بدكم تسكبوا عليها وراح كفيها الكمية. وآخر خطوة واختيارية، أنا حبيت نزيد هيك حبيبات شوكولا، راح تدوب شوي على البودينج وتعطيه طعم وشكل كثير حلو، كثير حلو. فراح نحطها هنا في الفرن ونرجع نبدا معكم طرت بالشوكولا، طرت صغير بالشوكولا من اروع ما يكون. بودينج روعه روعه، انا ما بقولها لكم.